مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم في الفقره الطبيه من سيداتي انساتي. دلوقتي هنتكلم عن موضوع بيهم كتير سيدات عندها مشكله ترهل الثدي. النهارده هنعرف ايه هي اسباب اللي بتؤدي طبعا لترهل الثدي وطرق علاجها، وكمان الفرق بينها وبين صغر حجم الثدي. معانا في الاستوديو دكتور احمد كميل، استشاري جراحه التجميل بالمركز الطبي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك. حابين طبعا نعرف كل يعني الموضوع نفسه، يعني مؤسف جدا لاي ست، خصوصا يعني من جمال المراه كمان. فاسباب ترهل الثدي يعني عايزين نعرفها بالتفصيل ونعرف كمان طرق علاجها. تمام. هو الثدي في البدايه بيتعرض لتغيرات هرمونيه كبيره قوي من ساعه من فتره البلوغ لحد فتره الحمل والرضاعه لحد سن الياس. التغيرات الهرمونيه دي بتاثر على شكله وحجمه وتكوينه. الغدد بتزيد مثلا في فتره الحمل والرضاعه، بعد كده بتقل. كميه الدهون اللي بتبقى فيه بتختلف طبعا، سواء في فقدان الوزن او في زياده الوزن. كل ده بيأثر عليه. بالنسبه لموضوع الترهل، مع الوقت الجاذبيه الارضيه بتخلي الاربطه اللي شاده الثدي تترهل، فتخلي الثدي ينزل بشكل كبير ويترهل عن مكانه ايام ما كانت بنت. في حاجات تانية زي مثلا بعد تكرار فتره الحمل والرضاعه، الثدي بيحصل فيه تغيرات في حجمه، وزنه الحجم بتاعه بيزيد والوزن بتاعه بيزيد، فبيترهل شويه. بعد ما بتخلص فتره الرضاعه الطبيعيه بالذات الحجم بيرجع يقل تاني، فشكله بيتغير، بيكون الجلد خلاص اترهل. الحاجات دي بتاثر بشكل كبير قوي عليه وبتخليه مترهل ومحتاج عمليه شد، سواء طبعا لو كان في شد بس لو هو الحجم كويس، او شد وتكبير لو الحجم كمان كان قل معاه. طب هل طب عايزين نعرف حتى الشد بيبقى باين او الجروح فين، مكان الجروح نفسها؟ بالنسبه لو شد بس بيبقى في الجرح، بيبقى في جرح حوالين الحلمه وجرح تاني بالطول تحتيها وواحد تاني بالعرض بيبقى تحت الثدي. على حسب فين مكان الترهل نفسه بالظبط. طب لو عايزين شد ترهلات برضو، مع ان احنا ممكن نعمل امبلانت فيه او تمام، نكبره. لو الترهل مثلا بدرجه قليله، درجه اولى مثلا او ثانيه، وفي فقدان في الحجم خصوصا بعد انتهاء فتره الحمل والرضاعه، او الناس اللي هي كانت مثلا عملت عمليات تكميم معده او جراحات سمنه عموما ووزنها نزل بشكل كبير وحصل ترهل في الثدي، فممكن معاها بس مجرد ان احنا بنحط امبلانت سيليكون امبلانت بيرفع الثدي وبيرجع الحجم اللي كان فقد في فقدان الوزن او مع الحمل. ممكن ما تحتاجش الشد بس أو في الغالب ما بتحتاجش. لو ترهل في درجه قليله الامبلانت بيرفع وبيزود الحجم. طب برضو احنا بنشوف النتيجه في ساعتها. طبعا. بس النقاهه بقى بعد قد ايه مثلا لو في شد؟ لو في شد هي عموما عمليه الثدي ماكسيمم تبقى اسبوعين وبتبقى الدنيا تمام وبتتحرك عادي، حتى لو احنا حاطين الامبلانت تحت العضله. لسه هنتكلم عنه اماكن وضع الامبلانت يعني، بس دي بتبقى اللي هي يعتبر اكتر حاجه مؤلمه في الامبلانت، ان هو بيتحط تحت العضله. حتى لو حاطينه تحت العضله في خلال اسبوعين بتبقى الدنيا كويسه وبتحرك عادي ومفيش مشكله يعني. احنا هنا كمان عندنا تكبير الثدي وتصغير الثدي، نعرف الفرق بقى منهم؟ تكبير الثدي هو ليه كذا طريقه حقيقه. مثلا في طريقه مثلا ان احنا بنحط اشهر حاجه اللي هو السيليكون امبلانت. ده بيبقى عباره عن زي حشوه للثدي معموله من السيليكون. دي ماده ما بتعملش مشاكل، ما بتفعلش مع الجسم، ما بتعملش اي مشاكل. الانواع القديمه كانت بتعمل مشاكل، دلوقتي كل الانواع الجديده نازله FDA approved وما بتعملش اي مشاكل او بتسبب اي امراض. دي اماكن وضعها بتتحط في كذا مكان، ممكن تتحط تحت الغده اللبنيه او تتحط تحت العضله، او يتحط جزء منها تحت العضله او جزء تحت الغده. طبعا بالنسبه للجروح بتاعتها بيبقى في اشهر طريقتين لتركيبه، بانه بيتحط يا اما جرح من تحت الثدي في الفولد اللي تحت الثدي ده ما بيبانش، او جرح بيبقى حوالين الحلم. تمام. بالنسبه بقى للتصغير الثدي، التصغير بيبقى معاه عمليه، بيبقى شد برده للثدي، يكون بيه في حجم زياده كبيره قوي في الثدي ومؤثر على الواحده بان هو بيخليها عامل لها مشاكل في ظهرها والم الظهر طبعا. بالظبط. فده بنعمل معاها تصغير لحجم الثدي، بنشيل جزء من الجزء كبير من الثدي. بنشفط هنا بقى؟ لا مش شفط، بتبقى جراحه، بنفتح وبنشيل جزء من الثدي، لان لو عملنا شفط بس الجلد هيترهل. فلازم بنشيل معاها جزء من الجلد كمان. بيبقى نفس الجروح بتاعت عمليه شد الثدي، بس بيبقى معاها استئصال جزء من الثدي.
بنستأصل الغدد اللبنية ولا دي بتبقى دهون يعني؟ جزء من الغدد وجزء من الدهون. لان انا بشوف ناس رفيعة جدا بس عندها ثدي كبير قوي يعني، بيبقى فعلا زي ما قلت بيعمل لها مشاكل في الظهر ومشاكل تانية. بالظبط. والشكل بيبقى اوفر قوي. عملية التصغير الثدي بتحل المشاكل دي كلها، وبتقلل طبعا الحمل على ظهرها بشكل كبير قوي. وبتصلح شكل، لان الشكل بيبقى فيه ترهل جامد قوي، خصوصا مع زيادة الحجم بتاع الثدي بيبقى فيه ترهل بشكل كبير. فدي بتحل المشكلتين، ان هي بتحل مشكلة الحجم الكبير يعني. احنا بنشد حتى في عمليات التصغير. لان بيبقى فيه طبعا بيبقى فيه ترهل، لان الوزن يعني زياده قوي فبيبقى مترهل معايا. لما بنشيل هيبقى فيه ترهل. بالظبط، عشان نمنع ترهل ثدي. بالظبط. طب هل يعني الترهل ده بيبقى اسبابه ايه يعني؟ بيبقى احيانا بيبقى فيه اسباب وراثيه برضو. يعني طبعا بتبقى اسباب وراثيه على حسب شكل الثدي نفسه، الحجم بتاعه. كل ما الحجم بيبقى اكبر بيبقى الوزن بتاعه زياده، فبيشد على الجلد اكتر فبيعمل ترهل. السيدات اللي ما بتلبسش برا بشكل منتظم طول اليوم، الجاذبيه الارضيه دي لو الثدي مفيش حاجه شايلاه بيبقى فيه شد على الاربطه بتاعته فبيحصل فيه ترهل. زي الوش وزي بالظبط. وطبعا التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل على طول من فتره البلوغ، وطبعا اكتر وقت طبعا من فتره الحمل والرضاعه، وسواء فقدان الوزن او زياده الوزن، كل الحاجات دي بتاثر بشكل كبير على الثدي. طب الحوامل يعني هم طبعا بيبقى عندهم هاجس ان انا لما بطل الرضاعه ممكن يحصل ترهل. احنا نقدر نعمل حاجه عشان ما يحصلناش مثلا حاجه، او تقدر تعمل برياضه معينه او حاجه عشان ما توصلش لمرحله الترهل؟ والله فكره الترهل دي ما بتبقاش يعني بعد، خصوصا بعد انتهاء الرضاعه الطبيعيه، ما بتبقاش مضمونه هل هيحصل ترهل ولا لا. لان بشكل كبير معظم السيدات بعد ما بتخلص الرضاعه الطبيعي الحجم الثدي بيقل. فبيحصل ترهل من كده، ان الحجم نفسه قل. فدي ما تبقاش مضمونه. في ناس بيحصل معاها العكس، ان الحجم معاها بيزيد بعد الحمل والرضاعه، فدي ما بتبقاش مشكله، ما بيحصلهاش ترهل. لان الحجم لما بيزيد بيرفع الى حد ما شويه في الثدي. انما معظم اللي بيحصل طبعا مع معظم السيدات ان بيحصل ترهل بسبب فقدان في الحجم بعد الرضاعه. طب خلينا برضو هنكمل كلامنا، بس خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع لكم على طول. انا مروه، بحضر الالبوم بتاعي الجديد، يا رب يعجبكم. لولا المركز الطبي ما كنتش حلمت ولا قدرت احقق حلمي. انا اسمي مروه، بشتغل مطربه. زمان كان جسمي حلو جدا وكان عندي هدوم كتير وكنت بشتغل كتير جدا. فجاه حصل لي ظروف غيرت كل حاجه وقلبت موازين حياتي، فاضطريت ان انا اخد ادويه اكتئاب. تخنت في حوالي 5 شهور حوالي 40 كيلو. فجأة هدومي كلها ضاقت عليا وما بقتش عارفة اشتغل، وفوقت لقيت نفسي واحدة غيري. اما ابتديت ارجع لحياتي الطبيعية وابتديت ارجع اشتغل تاني، ابتديت اعرف قد ايه جسمي مأثر عليا. الموضوع ابتدى يخش في ان شغلي ابتدى يبوظ، فثقتي بنفسي قلت جدا، فده ابتدى يأثر عليا جامد قوي. لحد ما في ناس اقترحت عليا المركز الطبي، فروحت وشفت الدنيا وشفت حالات سابقة، فقلت هاخد التجربة وهجرب. مروة واحدة من حالات كتير بحمد الله قدر المركز الطبي انه يغير حياتهم للأفضل. كل مشاكلها في المركز الطبي اللي وثقت فيه واخدت خطوه في طريق النجوميه والشهره. ومش بس كده، دي لقت نفسها، لقت مروه اللي كانت بتدور عليها من سنين. انا جيت النهارده عشان اقول لكم ان انا حياتي اتغيرت جدا من A to Z. يومي بقى أحلى بكتير، بقيت بلعب رياضة بمنتهى البساطة،
بقيت بغني وانا بلعب رياضه، يومي بقى اسهل وبقى الطف، يومي بقى حلو جدا. بقيت بغني اغاني اطول واصعب واكتر، وبغني اوقات اكبر، وممكن اخلص حفله اروح التانيه بعدها على طول في التالته، لان انا نفسي اتظبط وبقيت بقول الاغاني وانا مرتاحه. بقيت بغني وانا مرتاحه، نفسي كويس. صدقوني مرض السمنه مش حاجه كويسه ابدا، وجاي انصح النهارده كل حد مريض سمنه ان هو يروح المركز الطبي عشان حياته تتغير زي حياتي. وصدقوني عمركم ما هتندموا، لان انتوا هناك هتلاقوا خدمه 7 ستار. بتحبني ولا انكتب على القلب نارك نارك؟ قول يا حبيبي حبيبي، قول قول يا مراد. وملايين غيرها محتاجين فرصة للتغيير، والمركز الطبي بيكون دايماً سبب في سعادتهم وتغييرهم للأفضل. تابعونا وقصص نجاح أخرى قدرت تختار صح، اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. ورجعنا تاني ولسه مكملين حلقتنا مع دكتور أحمد كميل. دكتور، حابين نعرف أكتر عن طبعا عملية تكبير الثدي. في بنات كتيرة قوي لسه طبعا أنيسات ما تجوزوش، فبيخافوا برضو موضوع تكبير الثدي والسيليكون، وبيخافوا على مشكلة الرضاعة. هل هو بيأثر أصلا فيما بعد في موضوع الرضاعة؟ لا، هو حقيقة السيليكون إمبلانت ما بيأثرش بأي طريقة، حتى يعني مهما كان المكان بنحط فيه الإمبلانت، حتى لو تحت الغدة نفسها أو تحت العضلة، ما بيأثرش على الرضاعة الطبيعية بعد كده خالص. ما بيتدخلش معاها، ما بيعملش أي مشاكل فيها. هو السيليكون زي ما قلنا هو مادة الجسم ما بيتفاعلش معاها، ما بتعملش أي مشاكل، فبتخلي فالدنيا معاها بتبقى طبيعية جدا يعني. لو حابة إنها ترضع بعد كده طبيعي أو بأي طريقة تانية ما بقاش فيها مشاكل. هل طب هو ليه سن اصلا معين؟ يعني طبعا بنات لما بتكبر بيبقى بتحس فعلا ان هي عندها مشكله. امتى في الوقت ده او السن ده هنا لازم تعمل تكبير ثدي؟ هو التكبير الثدي ممكن ينفع من اول سن 17-18 سنه، ما فيش اي فيه مشكله يعني. بتكون البنت في الفتره دي وصلت خلاص للحجم بتاعها، اللي هو الحجم اللي هو اخر حجم الثدي يعني. في الغالب بعد كده مش هيزيد الا لو مثلا حصل حمل ورضاع، فممكن من اول سن 17-18 سنه تبدا تركب. لو محتاجه انها تعمل تكبير ثدي تعمل بالسيليكون عادي، مفيش مشكله. طب برده حابه زي ما احنا قلنا برده قبل التقرير، يعني في ناس بسمع انها جات لها مشاكل. انا عايزه اعرف الخطوره يعني، عشان الناس بتبقى قلقانه جدا، وفي ناس عندها برده خوف من اي عمليه جراحيه. مدى خطورتها يعني، ناس تبقى قلقانه من حاجه، ايه بقى اخر حاجه واخر حاجه خطيره يعني؟ طب هي الانواع القديمه من السيليكون اللي كانت بتعمل مشاكل شويه، كانت ممكن تعمل حاجه اسمها كونتراكشن، ان السيليكون عشان حاجه ماده خارجيه عن الجسم، فالجسم بيعمل حواليها زي كبسول تلويفات كده حول الامبلانت. الكبسول دي كان بيحصل فيها زي كونتراكشن، تلاقي ان الجسم عمل تليف جامد حوالين الامبلانت ده نفسه. دي كانت الانواع القديمه. الانواع الجديده بتعمل بطريقه مختلفه بحيث ان الجسم يبقى يقبلها بطريقه اكتر، وما يعملش نفس الكومبليكيشنز اللي كانت موجوده قبل كده. ممكن مثلا يحصل حاجه زي انفكشن، ان هو تلوث في الجرح بعد مثلا العمليه. ده بيحصل، ممكن يحصل مع اي عمليه، حتى لو عمليه عاديه مش شرط تكون دي. مع السيليكون امبلانت في الغالب ما بنحتاجش ان احنا نشيله، حتى لو حصل تلوث بيتعالج عادي جدا بمضادات حيويه وغيار على الجرح، وخلاص بيقفل بعديها وما بيسيبش اي مشاكل يعني. طب اللي عملت بقى النوع الرضيء او النوع اللي مش كويس من السيليكون، هل بتعمل من الاول وجديد بتشيله وبتحط بقى الجديد؟
دي ممكن بنعمل لها ريفيجن، ان احنا بنشيل الامبلانت القديم وبننظف مكانه كويس وبنشيل التليفات اللي كانت موجوده قبل كده وبنركب لها نوع جديد يكون من الانواع الجديده اللي هي الافضل طبعا. طب برضو هنروح نشوف تقرير ونرجع على طول، استنونا. هحكي لكم حكايه. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجودة أصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها، وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدخان، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. دي بقت تعرف تحط رجل على رجل، وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. ورجعنا تاني ولسه مكملين حلقتنا مع دكتور احمد كميل. دكتور، يمكن اخر سؤال بقى عندنا، احنا اتكلمنا عن تكبير الثدي، تصغير الثدي، واتكلمنا عن مشاكل ترهل الثدي، لكن دلوقتي لو عايزين نكبر الثدي بس بحقن الدهون. حقن الدهون هي ميزته ان هو بيحل مشكلتين، مشكله السمنه الموضعيه لو في مكان فيه سمنه موضعيه بنشفط منه الدهون دي الاول وبعد كده بنحقنها في الثدي. بس هي المشكله احنا بنحتاج، ما ينفعش نحقن فوليوم كبير قوي، ما ينفعش نكبر قوي في الثدي بحقن الدهون. يعني حاجه لو مثلا الثدي حجمه كويس وفي جزء بس قليل فوق فبنزوده بس بحقن الدهون. ما فيش طبعا، يعني مش زي السيليكون، بيبقى امن طبعا. السيليكون ميزته ان هو بيعمل رفع كمان. انا بشكرك جدا يا دكتور. العفو. هو للاسف وقت حلقتنا خلص،
شاء الله نشوفك في حلقات تانية إن شاء الله. مشاهدينا بشكركم جدا لمتابعتكم النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا بكل فقرات سيداتي أنساتي. أشوفكم على خير وفي رعاية الله.